الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما أنتو خميس شني اللواتنك بيش الشوال كنا فربغ لفرتني يسد حجرية كنا بيغن تاريخ أي ميلاد ديغنها لحي اللواتنك بيش مي لواكن لواتني اللواتا وحاينو باللابنا يا كتاب كم إذا علوم تعربية كارهان علم النحو كتاب كاسو مي عيسى النظم الأجرومية وحاكروا الدرة البهية نظم الأجرومية سومالي دا أكتوضان عام وحوكية عمريدي وجرومي وطيح قبايا وحا اللي في شيخ ليرا العلامة شرف الدين يحيى بن نور الدين العمريدي الشافعي شيخ وحوكو داشي مقالة عمريد أو بكسر العين عمريد وهي الأشار سيد عاك عمريد نوال ليري وعلماء قار فتحي ويجرا ومقالة كتالة بمصر ودن كمصر وشيخ قيريو ذي سيديد بقول إيا سقاشن هجرد مركة أهيد قرني سقالات كتب تقوليها انت بضنوار نظم نظم الأجروميها وما انت كتابك ينوب بالله بنا نظم الورقات في أصول الفقه كتابك ورقاتك اللي إيراه أصول الفقهية وكتب تلقى بلا أصول الفقهية ونظمي وكالي نظم التدريب في نظم غاية التغريب نهاية التدريب نهاية التدريب في نظم غاية التغريب وابي شجاع والنظم كاولي ما أركن أنا وعد ولي ما أركن واي شيخ كتاب كيس النظم جاء والله بقول يكنتم بي ومتني وكش يقول حي في ربع ألف كافية من أحكم وأكون أفر من الله يمشي في ربع ألف كافية من أحكمه شرح هذا كتاب كشرح ينسو قال يسوم عليها شرح الله فتح رب البرية فتح رب البرية على الدرة البهية نظم الأجرومية ويسكلها الشيخ إبراهيم الباجوري بيجورين ولا بيجوري سومالي ذو باجوري بعدها باجوري بيجوري أما باجوري وما قال إذا أنا مصر قطار شرح كلا الله شيخ سيدة القلادة لكن شرح إنك ينسوق على سوما عليها كانوا إن شاء الله قاب كانوا أقرنا نوحاني تبين بيت ما لها سهلا ما لها قارنا قواعد يشرح بها الربان ما لها نوائسك السهلية تبين تبين بيت والله أقرستا شنشن بيتنا والله أقرستا تاوح ينو خضوع عيسى أرضضا مستوه ودي يددال كذا قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الحير الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشربت معنى ضمير شاني فأعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إلهي مي عيسان أفتتي كفر فراني هذا الكتاب كتابك كان بسم الله إلهي مي عيسان أقرأ كأقرني هذا الكتاب كتابك كان الله الرحمن النحريس عام النحريسنا يا الله الرحيم النحريس خاص النحريسنا بسم الله إلهي مي عيسان بسم الله الرحمن الرحيم اسمي هذه الهوس لي النحو ذا أنت اللي سكوا فصيح صدى حرر المدبع لغو هوس لي وبابكو كو ختم أجرومكو باب المخفوضات من الأسماء المخفوضات ثلاثة أنواع اسمي هذه الهوس لي صدى حرر لغو هوس لي مخفوض بحرف حرف لغو هوس لي سيدة بزيد ما قرأت من شر ما قرأت إن مخفوض بحرف حرف لغو هوسر لو مخفوض بالإضافة إضافة إن لغو هوسر ومضاف إليه النقطة
هي مخفوض بالتبعية أما تابع للمخفوض اسمي واصل جنب راعي مرات بزيد زيد بن سومر زيد كي العاقل عقل قبلنا انتي بوحال القرآن كم بعجزني مديس بس مرضى يكون قرآن صدحي مسألة بسم الله الرحمن الرحيم بالجهة بسم اسمي وحيكوس لأنت مخفوض بحرف بعض الغوص لسماري الله هنا مخفوض بالإضافة إضافة كوس لأنت الرحمن يا الرحيمين وحيكوس لأنت بالتبعية واصف ونعت مركز صدح ذي أرنب وقد اجتمعت في البصملة تبعنا بصملة ذي كوكولانت صدح ذي أرنب اسم صدح أصال الغوص لأنت وحل إسكوا فقصي لواك العلماء قار قدر وجران قار وحيدان مخفوض بالمجاورة تباجر در السينما إن لغواصل وربج وحي ورنجرين رب جحر خريم وعشماك وحوكين جر جحر ضب خريم ما قالت مركب مجاورة وماشي حتى سورة المائدة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إيه وأرجلكم ما جرت موقت يا أي كه الله مركب مجو وحيدها مخفوض بالمجاورة دري سنمو هل كاس مثال بكينانو ويدنا اللي قد جواب قارة وحيدها وحاجر أرن شناظه مجرور بالتوهمي اسموتين بالتوهمي وحال أركبه نيري لست قائما ولا قاعدا ماشي لقري ولا قاعدا إنه عطف قائما قاعد لست قائما متى ولا قاعد مرة فلوي مركو على ولا قاعد محلكو خاصلي بيتوهم يبينه اسمه تسين بيتوهم لكن واحد ليش كوافق سين واصدحهم ما مخفوض بحرف ومخفوض بالإضافة هي وتابع للمخفوض صدح هي بسم الله على جهة لجهر ويكون قرآن وحاكله بسم الله بسم جاري مجرورك وحافي عمي دائنه كنت تعلق فعل لأن الأصل في العمل للأفعال وها أصل إن العوامش أسمان وين نقطة حروف وين نقطة أفعال لكن أفعاش أصل لأن الأصل في العمل للأفعال وهل فعل كأنه محذوف يا فعل وماشي كجوعين صدحين ومؤخر يا فعل وضمبي بسم الله كدب لك أفر وحيدة إنه خاص يا فعل وبسم الله أبتدي ويكوبنا تلاك وحيدة أبتدي روح صعود مركو بالله بسم الله أبتدي صعود بان بالله كان وحونا عنيد بان بالله بالله وشوه معنى وين بيده لكن أقرأ مركا الضهد كيس عنا إيها وليه كالو نوانس كسرت بسم الله إلهي مجي عيسان أقرأ كو أغرني هذا الكتاب كتابك كان أليه الرحمن نحريس عاما نحريسنا أليه الرحيم نحريس خاصا نحريسنا الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى بسنكوكم بالله يا شيخ حديث بيكيران ليلة هذا كل امرئ كل امر حديث وحي كيران لوريو كل امر امر كاستاذي بال حال صاحب اما قيمة اما مهمة لا يبدأ فيها لغو بالله بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر وادبق ايها انت بضل لكن محدثين انت محققين انت وعلى حديثك ضعيف وحيك رويدا كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اقضع او اجدم معناها انا لقى وضع ناقص البرك ابن صلاح ومحدثين انت وين كمد انه وحسنه ابن صلاح حسن بوكوت الماء لكن طرق ذي حديثك امركي الله ضبط قال المحققين توحيد انواع ضعيف الحمد ما هذولا ثابت لله إلهي بأصوناته الله إسكال الحمد ما هذولا لله إلهي بأسكال الذي الله سوى قد وفق وفجي وفق ميوذين لك وفق وشذر مثل وفق ساسرة الذي الله سوى قد وفق وفجي وفق هذه ألف كوال للإدلاق ألف كابرة مركفير ألف كالله ما قاعد يكون ما قاعد للإطلاق يلي الإشباع مدبب معنويا للإطلاق وحال قوضا
ألف الإعراب معها وهذا توحلي وفق في علم مبني على عرفة الله محله من الإعراب ولا ألف للإدراك ألف التثنية معها ألف التثنية معها ألف الإعراب معها للإدراك مركي لوا بالنسبة للإعراب مركي لفيري ألف كإعراب شقاق ملو للإشباع بأسوان وحقا لضرورة النظم نظم مركي لفيري يقول لها عروضك ألف كمحلوب بحية شعر كلوب بحية مركا للإدراك مركي اللي قوليها ألف كان إعراب ملو وح إعراب ملو ألف التثنية معها هكسر منه للإشباع مركي لها حقا شعر كوي حقا شعر ولوب بحية كلمة الذي الله سوى قد وفق وافجي هو الله هو أفعلك يا مستطر للعلم وافجي قاركودنا فير هذا وفق مركي لجوا خير خلقي بلوب أساسا فعلا يعني. الذي الله سوى مدك لهم برارجي فير هذا وحيدا يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره لأنك شاعرك وحاوبنا وحاوبنا أن ينضطك كلام النصري هذا الكعادي وفق ذنا كمد ألف كان مركا النصري قريس كتاب نصري أما مقال عادي وفقا مديك لكن سيقى ألف كرنه قدر ولو قلي ما لا ألف لأنه كجرنه ولو قلي جاء إنه جاء نها أبنا جاء جاء ماشي له جاء مركا يجوز لشاعر ما لا يجوز لغيره ما لنا وحبوه كحذفي ما لنا وحبوه قدري وحبوه كالهرمرين سادرته أبياد شعرك كوا بدن او كميدا سي او قرن هي لوما لقمه مربا ميل دخا لغا بلاوي لقمه سي اسكو خيغا لوما لقمه مركست بود بود با كوجير ان معنيه با ليس وافجنا يا موك معنيه با ليس وافجنا مركا قد وفق وحا انو خيغا خيره الذي الله سو قد وفق وافجيه خير خلقي مخلوقي سكي او خير بنا ولي يا خير خلقي مخلوقي سكوي او خير بنا وحال هذه لنا كوي وخير بنا خيرة لفظي ماشين سكايقر يا خلقي ما لفظي أحال لفظي واسك مفرد وعلامات الجمع اللقمان سيالودي خلقي سكوي وخير بنا وحالودي خلقي بحالو إضافي سو ضمير ما قاعدة إنو سو سو تشرحو وليق دونو مفرد مضاف إلى معرفة يعمل مفرد مفرد مضاف له إضافة إلى معرفة معرفة يعم وعم مفرد مضاف مرغ خلقي مفرد مضاف إلى معرفة هذا يعم وعم مرغ وهذه خير خلقي مخلوقي سكي وخير بنا وافجي للعلم علمي وافجي للعلم هل كان وهاوي العادية علمي الشرعي وهوس بكون إفيرا كعلم التفسير والحديث ونحوه ما علمي اللي شيء وعلمي الشرعي وسيدة علم التفسير علم الحديث يوحي لهم ذا الله قال ما يسنى سيدة علمي النحو ذي يفقه للعلم علم وافجي ولتقال لك عبس الحمد ما هذا ثابت لله الله إسكره الله إسكره الله يسونات ما هذا الله إسكره الذي الله أصو قد وفق وافجي خير خلقه مخلوقه سكوه وخير بنا للعلم علم وافجي ولتقى لك عبسنا وافجي وحديث كي أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح البخاري كجر من حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين روح إله خير لدون الدين تفانسية وحديث صحيح في صحيح البخاري من حديث معاوية فقه شافعنا براعة الاستلال بأسوقات الحمد ما هذونا لله إله ما إسكال الذي الله أصو قد وفق وافجي خير خلقي مخلوقي سكوي وخير بنا للعلم علم وافجي علم شرعي للعلم علم وافجي علم الشرعة ولتقى لك عبسنا وافجي علم إنا يكون أغمع وأنت وفعنا هذا دي إلى علم كسير عمل فلكي سنة كسي بس خير الله واكسي حتى نحب حتى المغاية قارو حيدا ماي لا يقصد بالغاية لو جمع قصدها فأبي وبدلان بقار كود مركي فسرها وحيدا حتى نحب فنحب وحي أقصدي حتى نحب فنحب وحي أقصدي
culimada qaarkood qaayada u daayana waa jiraan oo waxay dhaheen xataa naxad ilaahay u qasaday cilmigii waxaa la waafajiyey ilaahay cilmigii wuxuu waafajiyey makhluuqiisa kuwii u kheyr badna ilaa quluubtii ay u qasadayba alla jihaadiis iyo raali ahaanshiis xataa naxad fanaxad waxay u qasaday quluubuhum quluubu lkhalqi adii hadda khalqiga ucin khalqiga quluubtoodii waa kuwii cilmiga la siiya taqwada hadda ogow quluubuhum quluubu lkhalq alkhalq alaani fi dikri hadda lasoo sheeg quluubuhum makhluuqa quluubtoodii waxay u qasaday linaxwihi alla jihaadiisa jihaadan la sheegay hadda waxaa weye ka jaha ahaan lagama wada jaha ee waxaa laga wadaa alla raali ahaanshihiisa iyo taqarub ila allah iyo alla inay u dhowaadaan falam taxwi faada qaad hadda famin cadiimi faada qaad ina waa shicir waa boodboode waa laisu bootin laqmada waa laisla raadine falam taxwi ma koobin hiya quluubtiihi alle falam taxwihi ficil iyo faaciliya mafcuul baa meeshan ku jira falam taxwi ma koobin hiya oo damiir mustatira faacilkii hiya quluubti hi alle ma koobin maxayna u koobin min cadiimi shani shanigiisa weyn darti shaniga allah weyn walaa yuxiiduuna bihi cilma oo ilaahi subxaanahu wa tacaala cilmi laguma koobi karo subxaana ma garad falam taxwi ma koobin hiya quluubtihi alle min cadiimi shani shanigiisa weyn dartiiba ina la koobin xataa naxad fanaxad waxay u qasaday quluubuhum quluubu lkhalqi khalqiga quluubtiisi linaxwihi alla jihaadiisa falam taxwi ma koobin quluubti faacilka halkaasu ku qadaray hiya wey falam taxwi ma koobin hiya quluubtihi alle min cadiimi shani shanigiisa weyn alla shanigiisa weyn wa huwa alcaliyu alcadiim waa alla weyn fa ushribad waxaa la cabsiiyey hiya quluubti waay hadda ogow macnaa beytkan hadda iska fiiri waa yar adag yah oo lafdiga meesha ku qoran qaarkood waxay dhahaan alfaadda mee maxallu shaahidka iyo muraadka looga qasdaayaa la rabaa fa ushribad waxaa la cabsiiyey hiya quluubtii macnaa damiiri shani damiiru shani macnihi damiiru shani horta waa innahu marka damiiru shani macnihiisa maxaa laga wada waa aayaddan faclam annahu laa ilaaha ila allah kelimatu towxiidkii baa la cabsiiyey wey feerahad si macnihi kuugu baxo fa ushribad waxaa la cabsiiyey hiya quluubti macnaa damiiri shani damiiru shaniga oo faclam annahu annahudaas damiiru shaniga macnaha uu tusinayo ee uu laabay macnaha uu tusinayo waa laa ilaaha ila allah faclam ogow annahu shaniye maxaa la rabaa in la ogaado laa ilaaha ila allah damiiru shanigan macnihiisu marka waa laa ilaaha ila allah marka quluubtii waxaa la cabsiiyey kelimatu towxiid kelimatu towxiid fa ushribad waxaa la cabsiiyey hiya quluubtii macnaa damiiri shani damiiru shaniga oo annahu ah macnihiisa oo ah kelimatu towxiidka faacrabad waxay caddaysay hiya quluubti faacrabad alicraabu lugatan alibaanatu aad garanaysaa cilmi waa iswadaaban faacrabad waxay caddaysay filxaani bilalxaani waxa laga wado culimadu macaani badan oo waxaa leeha fiiri haddii lafdi ahaan la fasiro sharxu wuxuu ku fasiray fiirihad waa markii lafdiga la fiiriyo laakiin macnaha laga wada aynu gelayna lafdiga siduu sharxu fasiraayo wuxuu ku leeyahay faacrabad quluubtii waxay caddaysay filxaani xaanuutulkhamaar khama kuwa khamrada gada dukaankooda xaanuud waa dukaan xaanuud waa dukaan luqada carabiga bil alxaani naqamaatulawtaar bay ku caddaysay lafdiga meesha ku qoran ee sharax haddii la fiiriyo wuxuu ka wadaa waxaa la yihi berigii hore kuwa khamrada cabba xaanuutulkhamaar ama khamaariin wax le xaanuutulkhamaar kuwa khamrada gada dukaankooday tegi jireen marka muusig baa la yeedhin jiray naqamaatulawtaar xadhka la garay ay ogaanayaan inay khamradii diyaarta markay cabbaan waxaa la ku marqaamaanna muusikii bay yeedhinayaan inay faraxsan yihiin ma garad
والالفاظ عادية مركي لنا لفظي أهل الله فزيرة سهل لك موضة المرك محال لك موضة فصر ربو رجل علماء فيرا فعرب الوحي عديس في الحاني ما في الحاني فعرب الوحي عديس في الحاني ما في الحاني قلوب توحي كسقنا بالالحاني عربية كعديس أما أصوات في الحاني ظهر فينا ده في الحاني وأي في القلوب قلوب بالألحاني دمر وبالأصوات أو باللسان فأعرب ضوي عديس في الحاني ما في الحاني قلبي يوحي كجري وأهه فينا كلمة توحيدك اعتقادك بالحاني صوت بيكو عديس بالأصوات أما عرب بيكو عديس وأركان تيمانك سوكر ما فينا مكونات الإيمان كما قال الله وكيل بجري اعتقاد بالقلب قلبي كرمه ونطق باللسان عرب كان كذا لبدي وهلك وعمل بالجوارح يزيد بالدعاء وينقص بالمعصية أهل السنة وسيق من وكا سلف سلف الصالح وأهل الحديث وأهل الأثر فأعرب ضوي عديس في الحان ما في الحان قلبي وحي كجري بالألحان السودية قلبي كعديس بالأصوات أما بالألحان عربي كعديس حتى نحذ فنحذ وحي قسد قلوبهم مخلوق قلوب تيس حتى نحذ فنحذ وحي قسد قلوبهم مخلوق قلوب تيس لنحوي ألا جهديس فلم تحوي مكوبين هي قلوبته ألا مكوبين من عظيم شأني شأني سوينا كيس الدرتي بين اللكوبين فوشربت وحال عبسي قلوبتي معنى ضمير شأني ضمير شأني معنه سو كلمة توحيد فأعربت وحي عديس في الحان ما في الحان قلبي هذا لحظوحي هذا بالألحان عربية كعديس أما الصودي قلبي كعديس حتى نهض فنهض وحي قسدي قلوبهم مخلوق قلوب تيسي لنحو يألا جهديس فلم تحوي مكوب قلوبتي هي أل فلم تحوي مكوب قلوبتي هي ألا مكوب من عظيم شاني شاني سوينا كيس الدرتي بين اللكوب فأشربت وحال عبسي قلوبتي معنى ضمير شاني ضمير شاني معنيه سؤال قوة ذا كلمة التوحيد حتى نحد بيتك وحيدا علماء براعة الاستهلال باكجر الله ما يلبك جدر أولي إن علمي المقعي علم النحو سامة براعة الاستهلال وحال أن يذكر المؤلف أو أن يذكر المصنف أو أن يذكر الشيخ في أول الكتاب أو في مقدمة الكتاب ما يدل على مقصودي شيخ وينو كوشه كتابك باللغه يس كتابك واحد اللي هو قصدك دي كتابك سو نحو ما حتى ما حط قلوبهم لنحوه براعه الاستلال لو كنت كتابك انه يا نحو نحو نحوذنا قار وحيدان الى 14 ما عليه كوي معناتها لكن و هو كوشه شيخ هل بيد كو كل ميه قصد ومثل جهه مقدار قسم وبعض لح معناه كوي معناته شيخ قصد قصد بيكون ما تواحتا نحد نحد أيو قصد ديوي قصد سوما قرر نحوت وحانو قصد ديو بعده قصد ويكون ما تا مثل ويكون ما تا وانت بدن كي نحوذ ويكسد نحو قولك هذا الكاقي وحي لمد أي مثل قولك نحو ذو واحد اللي ويقصد مثل ذو قصد بيكون ما تا وحتا نحد معنى هذا إيا نحوت وحيكرا ويكون ما تا مثل لمد نحو قولك هذا الكاي وحي لمد نحو قولي هذا الكيسي وحي لمد جهة ثم يكون مات جهة ثم يكون ماتايو ولنحوه ذبا ما الدار هود لنحوه أي لجهة أما وحده بقى هل جملة بتصمد نحوت نحوك نحوت وحان قصدي نحوك جهة نحوت نحوك نحوت وحان قصدي نحوك جهدا مقدار قدر بيكو إمات مقدار قدر بيكو إمات كم عندك بأنه نحو $100 بات ورمي قال هسالة وحود لك ما بغل دولار بات بغل دولار إفي سيدا ما يقاكو وجر يلا ودولار وحلم بنا بيكو جرات صح مارك مقدار قدر بيكو إمات قسم قيب بيكو إمات وبعض مر بيكوي ما ده انتاس قاله أرنك وحي على خيار أخيار تبعت حتى نحذ فنحذ وحي قصد قلوبهم
مخلوق قلوبتي سلي نحوي ألا جهاديس فلم تحوي مكوبين هي قلوبتي فلم تحوي مكوبين هي قلوبتي هي ألا مكوبين ضمير كبارز قو تحوي هي ألا دعين مدك مستطر كي أقرسوني هي أنا قلوبتا دعين فلم تحوي مكوبين هي قلوبتي هي ألا مكوبين محاين أكوب من عظيم شأني شأني يسوينك يسدرت فهو شربت وحال عبسي قلوبتي معنى ضمير الشأن ضمير الشأن معنيه وكلمة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله فأعرض وحي عديس في الحال ما في الحال قلوب تنحي ذوحي أهادي عقيدة دي بالألحان عربية كو عديس وكنا واغذي بالألحان بالأصوات سعودية ثم انت كدب الصلاة النحريس مع سلام النبت قليا إلا جرت صلاة داس يا سلام تاسو لائق أعنانتا على النبي النبي كركي ساتو نبي أفصح الخلائق المخلوق وفصاح ربنا محمد بيان على محمد على محمد الله يال بدل أما بيان نعتي مايا نعتي مايا والآل وعلى الآل آل كي كركو دي ولا أصحابي أصحابتي من الله يالا أتقانو سغي القرآن قرآن كسغي بالإعرابي بسبب الإعرابي إعراب سويت القرآن كدن وإعرابي من الفاتحة إلى برب الناس تبضون وابد ركت إعراب القرآن سمينا القرآن كدن وإعرابي ثم انت أكدب الصلاة النحريس مع سلام نبت قليا معادهات صلاة داسية سلام تاسو لائق أعننته طريق على النبي النبي كركي ساعت نبي أفصح الخلائق المخلوق وقف صحابا مركال كان حديث بوكاني أنا أفصح من نطق بالضاد حديث كان مع السحر ضعيف علماء قاره وموضوع منه موضوع ونوع أول تحديث ونوع لفرسمي موضوع با مركا كان مركا أنا أفصح من نطق بالضاد كان مع السحر حديث كان مع السحر وحديث ضعيف وبعض العلماء وعيدها وهو موضوع الشرح العصري بشرح المقدمة الجزري إلى الدكتور محمود محمد حوا وكان حديث كاسم وايه على النبي النبي كركي سال الله إلى النبي أفصح الخلائق مخلوق وقف صاحب بنا محمد على محمد النبي محمد كركي أبا محمد بيا كدك أما بدل لكن نعطيها كدك وعلى الآل آل كي كركو دي ولا صحابي أصحابتي من الله يلي آل وحيدا وحاوي يوكو فقهاد قاربا كلا قاضو حيدا من باب مركي لجو باب الزكاة صدقاء مركي لجو يباب الدعاء مركي لجو أرمى وير كلا قاضا لكن وعلى آله ولماذا كور أن تصلق النبي عليه الصلاة والسلام وآله وحالك وضع أقاربه المؤمنين نبي قرابة ديس مؤمنين تاه قرآنك الله ينوو أمر إن جعلانه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين به نبي الرمي محمد على محمد نبي محمد كركي سأل الله محمد أهئي والآل وعلى الآل آلك كركود إيه والأصحاب أصحابتي صحابنا وحيدها من لقي النبي صلى الله عليه وسلم روح النبي الله كلمة واشر لب وآمن الرمية إن النبي هو الله كلمة الرمين بأجر سيد أبو جهل وكل ها النبي هو الله كلمة لكن موسى الرمين وآمن ذي بكبح إيمانك ولا قوة أبو جهل يقوى بضن وقال ومات على ذلك هذا روائن وإيمانك أقول أنت ابن حجر كوح قدرة ولو تخلل دريدة على الأصح هذا حتى أمره الدوب وصول الله بتسحاب النمذي وأباقي بنا ما قال ولو تخللت ردة على الأصح نزعة النظر نخبة الفكر من الله يلا أتقن وسقي القرآن قرآنك بالإعراب بسبب الإعراب إعراب سويت وبعد انت كد بعد البصملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا وكلمة يؤتى للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر وكلمة لي ما دمركي أسلوب لا يجد دوما أسلوب كلا لجلا افتتاحية يهرضعي مقدمة كبا حيسوك
وحاد جليس صلب الموضوع. وبعد انت كدي فعلم اقو انه شانية لما اقتصر لما مركي اقتصر اقابت لما ذا وحاليه جواب كيدو وحو ايمانا يا بعد ستة ابيات لح بيت كدب لما قرتي اقتصر اقابت جل الورى مخلوق معدم كيسو على الكلام كلام مركي كدل قابتين كلام كي المختصر لقابيين وكان وهذا مطلوبا من الضلبي طلبا بوشر قلنا لكن علماء هلكا ويسعر ويسحينو الطلبة ان يعني نعطي منعوتك اما نعطي السببها النقض اما حقيق وانا اذكر عن اوجه الاعرابية معرفية نكرة اجنون من رمتر وكي ان نعطي تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره مركا ديلا مطلوبا طلبا طلب اشد الطلب ان معرفة وياد اشد الطلب بلو اضافي مركا مطلوبا الطلبة مرحبا الطلبة هو كان وهذا مطلوبا من الطلب الطلبة طلب طلب كاسو اشد الطلب طلب كقدرا من الورى مخلوق حقي سمحا لك الطلبي وكان حفظ اللسان ده اسمه وكان وسوى مؤخر او وكان وهذا حفظ اللسان اللسان كحفظنتيس لسان كي العربي اللغة العربية لون نسوي كذا واحدة اللغة العربية صدح مقعو عانا إلى هذا اللسان بقوي اللسان عرب كلاقوه اللغة لمبر ككوحي كير واللغة اللغة يا اللسان اللسان كوين اللسان كوين وحا كوحي اللغة وحا وير اللهج مركا اللغة يا اللسان كاللسان كوين بلسان عربي مبين صمار وايه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه قوم كود لغة أيكوها اللي قوم كيساس لغة أيكوها اللي وكان هو هذا حفظ اللسان لسان كي إن لا حفظي اللغة إن لا حفظي لسان كي العربي لغة العربية اللي نسبة مطلوبا بو هذا من الطلب الطلب طلب على الطلب طلب كاسو أشد الطلب طلب كأقدرنا من الورى مخلوق حقيس محال لو ضلبي كي يفهموا تعليل كيو كي يفهموا إن يفهم عن درته معاني القرآن القرآن كمعاني ديس والسنة ومعاني السنة سنة معاني ديس سنة دي الدقيقة المعاني معاني ديس حال داريد حال داريد وهلك الخفي إن لغو فصير ولغ في عي هال ومركا نمانكي أدقران أي سباد إن يوحو ذي لدني يوحا إلا سوى قلام بألدي دي الدقيقة المعاني معاني ذي ذو حال داري والنحو نحونا أولى أي تامد كوهبون أو كوحقن ما بدن أولا مركا كوبات أن يعلم إلا برت إذ سببت وحاوي الكلام هذا دونه نحو لا أنت لن يفهم لما فهم أصلا وليدري لن يفهم لما فهم أصلا سينما اما سيدي للربا لو فهمين اما لن يفهم اصلا طيب لن يفهم معناه معني سلفه ما اصلا سينما لو فهم ما اما دانسار بي دانسار ايا لا عبسنا اني كو غش ما غير كي يفهموا ان يفهم اندرت معاني القران قران كمعاني ليس والسنة ومعاني السنة سنة معاني ذي سنة الدقيقة المعاني معاني ذي أي حال داري والنحو نحو طيب والحال حال والحال النحو نحونا أولى أي تهمد كحقن من بضن أو كهبون أولى المركب بعد كهبون أن يعلم إن لأقاذ والله برته إذ سببت وحوي الكلام هذا كلامك هو والعهديات كذي وكلامك اللي جرنا وكلامك اللغة العربية إن سوت وحوي الكلام هذا دونه دون النحو نحو لا أنت لن يفهم إلا ما بفهمه أصلا سينما أما سيدي اللي ربان لو فهمين وبعد إن تأكد فعلم وهو أنه شاني
لما اقتصر مركو قانت جل الورى مخلوق معظم كيس جل الورى مخلوق بدن كيس على الكلام كلام كركي مركيكو قانت كلام كي المختصر لقابي وهو كان هذا حفظ اللسان اللسان كي إلا إلاليه لسان كي العربي اللغة العربية اللغة النسبية مطلوبا من الطلب وهذا الطلب الطلب طلب كاسو أشد الطلب طلب كوقدر من الورى مخلوق حقيسة لقد البايعين الحفظيان كي يفهموا إنه يفهمان درت معاني القرآن القرآن كمعاني ليس إنه يفهمان والسنة ومعاني السنة السنة ذا معاني ذا إنه يفهمان سنة ذي الدقيقة المعاني معاني ذي ذو أي حاشا قيري والحال أنه نحونا أولى أي تامدك حقن مبضا أولى أي تامدك هبور أولا مركك بعد أن يعلم إن لأقاد أنت يفعلك هو مصدر وضلال الناس مصدر بعد كرد على الناس واي فينبغي وحاب ومبي تقديمه إن لغو هرمالي نحو ذا على غيري غيرك ومن العلوم إذ سببت وحاوي الكلام كلام دونه نحو لا أنت لن يفهم لما فهم لن يفهم ألف كويس كيشبع أي لن يفهم لما فهم معناه ولهذا سيادرت اتفق العلماء علماء ذو حيث كوافقين على أن علم النحو علمي النحو علمي النحو ذو وسيلة وسيلة إنه لسائر العلوم علوم تردن لا سيما قانها علم التفسير والحديث فإنه شانه لا يجوز مبنان لأحد أحد أن يتكلم إنه كهل في كلام الله إله كلام كيس إيه ورسولي رسول كلام كيس حتى يكون إله هذا ملما أي عالما من يقانو إلمام أولا إلمام بيديد بالعربية لغة العربية بارك أسمعي بأرن خطر الشيء فقد قال الأسمعي وحوي إن أخواف ما شيك اللو عبس بدنيه أخاف أن عبسن بي على طالب العلم طالب العلم يحرق أرضي وحان وعبس بدنه إذا لم يعرف فدوس قرنين إذا لم يعرف هدوس قرنين النحو النحو ذا هدوس قرنين أن يدخل إنه صوغل عن كبقي أن يدخل إنه صوغل عن كعب سنبوي في قول النبي النبي هذا الكيسي صلى الله عليه وسلم نبي ويري من كذب علي روحي غبين أبور متعمدا حال يمد قصد وكس يقول كعو سمينا فليتبوأ هودي أرقر ومقعده من النار فليس نار تحقه والعياذ بالله حديث كاسو علماء قارا إنه هو متواتر قار خود وحيده بقول صحابي أولي حديث متواتر والنحو نحونا أولى أيتام إذ كو حقنا من بدن أولا مركب بعد أن يعلم أن لوغا إذ سببت وحوي الكلام هذا دونه نحو لا أنت لن يفهم لما فهم وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.